الحمد لله رب العالمين. أنا اسمي أحمد محمد أحمد الحجري من اليمن. أتيت الهند من شان العلاج، عندي السرطان. قضيت مرة قبل في نفس المستشفى هذا زمان كورونا، وعاد علي العين في الكبد والرية، أول كان في القولون، وأنا الحين اتعالج تحت إشراف مليش جن في مستشفى المدار، والمعاملة ممتازة جدا هنا، خدمات تمام، وإن شاء الله بإذن الله الكريم نخلص. عاد علينا 3 جرعات كيماوي، وبعد الجرعات الكيماوي بنصلح الفحص هذا للسكان، وإن شاء الله نكون تمام بإذن الله الكريم ونرجع للوطن متعافين. وشكراً.